المهنة يا عزيزي، المهنة. أنت كاتب مسرحي وأنا قاتل محترف. إذن فنحن مختلفان ومنذ البداية. لا 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 لا. تحت عنوان للكلمة للإنسانية للحياة، المركز الثقافي العربي بالقامشلي أقام عدة عناوين، منها عرض مسرحية سوناتا الانتظار لمدة 3 أيام، ومن ثم عرض ندوة بعنوان الثقافة في وجه الظلام، وأيضا ستقام أسبوعها شعرية مسرحية أخرى في نهاية المهرجان. طبعا نحن عم نحتفل بيوم الثقافة السورية من خلال تقديمنا لعرض بعنوان سوناتا الانتظار. سوناتا الانتظار مسرحية من تأليف الكاتب إسماعيل خلا. طبعا هذه المسرحية تتكون من عدة مشاهد. المشهد الأول مثلا على سبيل المثال بيحكي عن علاقة أمريكا مع شعوب العالم، علاقة أمريكا مع البشرية، طبعا من خلال وجهة نظرنا بهذا الأمر.